أيوة. طب السؤال التاني، نعم. حاليا في الفترة دي في الثانوية العامة الامتحانات قربت والواحد حاسس يعني بضغط كبير، فأنصحني نصيحة. والله أنصحك تكون مطمئن القلب، أنت أديت ما عليك، وإن كنت من الصالحين مصلي صائم مجد في دراستك، فاعلم أن الله قال وهو يتولى الصالحين، وقال إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، فكن مطمئنا إلى أن الله سيختار لك أفضل مما تختاره لنفسك ما دمت طائعا لله سبحانه مجدا في عملك وتطمئن، أما وراء ذلك لله، فكن مكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى بالتوفيق، واطمئن إلى أن الله لن يضيعك ولا ترتبك، يعني ما هي إلا دنيا، ما هي إلا دنيا، أيوة طبعا. ما هي إلا دنيا ودنيا زائلة، فيعني لا تجعلها أكبر همك ولا مبلغ علمك، بارك الله فيك، الله يوفقك وأولادنا وبناتنا وأولاد المسلمين وبنات المسلمين يا رب، الله يكرمك، ولك بمثلها ذكرى للذاكرين.